اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله الحلقه تعجبكم. هنعمل طاجن قرنبيط وبروكلي بالسجق، وهنعمل كمان بيتزا بالكوسه، وهنعمل عصير الافوكادو. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اول وصفه معانا النهارده، وصفه القرنبيط مع البروكلي بالسجق. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بروكلي مسلوق وقرنبيط كمان مسلوق، ويفضل القرنبيط يبقى صغنن كده عشان يبقى قد البروكلي ويبقى مدينا شكل حلو. ومعانا سجق، وكمان كريمه، جبنه شيدر، بصل، مكعبات طماطم، جبنه شيدر احمر، ثوم، وبشاميل. طيب هحط كده الزبدة، وهحط السجق يتشوح. خلاص هسيبه كده يتشوح وهقفل عليه. هنا بقى هنشوف البيتزا بتاعت الكوسة هنعملها ازاي. هجيب كده الكوسة واقطعها دواير وخليها بس الى حد ما سميكة شوية. نحط هنا الزبدة خلي كده الكوسة على جنب. نقطع كده شوية مشروم. اقلب كده حاسه ان انا محتاجه مشروم تاني. واقلب السجق ده اشوف نظامه كده ايه. ريحته حلوه جدا. هجيب كمان البيبروني ده كده يعني طريقة جديدة لتقديم الكوسة، عشان الكوسة من الحاجات المفيدة واحنا يعني ناس كتير جدا مش بتحبها، فهعملها كده بطريقة حلوة. وعشان ناكلها ونستفيد من الفوائد بتاعتها. نحط بقى هنا كده البيبروني
ونقلب. ممكن نزود شوية هنا كده. بس اسيبها كده شوية. بص على السجق. تمام. هحط بقى كده معاه القرنبيط وكمان البروكلي، وهسيبه كده شوية صغيرين. نحط كده الثوم ونحط البصل واقفل عليه كده شوية. دي كده خلاص تمام خلصت. هبتدي بقى ارص الكوسة، بس هعمل كده بالزبدة الاول كده اهو. وارص الكوسة كده. ابتدي بقى احط كده الصوص. ده صلصة البيتزا. وبعدين نحط كده الزيتون. نوزعها كده. بس. ونملاها بقى جبنة، عشان عايزة الجبنة تلزق كده فيها. بس وندخلها بقى الفرن. نطلع فاصل بقى، تكون كمان القرنبيط والبروكلي والسجق تمام اتشربوا مع بعض، نرجع نطبقهم ونعمل كمان عصير الافوكادو. خليكم معايا.
رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي انا قلبت اللي كنت حطاه كله اهو كده في بولة، عشان بس هحط له كده شوية كريمة كده يشرب كده شوية كريمة بس، وهبتدي بقى احطه في البايركس. البايركس ده بقى هنحط فيه ايه؟ الحلة دي فيها البشاميل والكريمة مخلوطين مع بعض مع شوية جبنة، هنحطها كده. وهقوم حاطه كده دي كلها كده على بعض. عايزه اقول لكم طعمها جميله جدا وهتعجبكم قوي جدا جدا جدا، حتى اللي ما بيحبش القرنبيط هتعجبه، اللي ما بيحبش البروكلي هتعجبه، طعمها حلو قوي، والسجق بيطعمها قوي يعني بيخلي كده جميله. هنحط كده بشاميل كده اهو، بس هحط لها كده شويه جبنه كده فوق الوش وخلاص، ونطلع بقى الكوسه زمانها ايه خلصت، نحط دي مكانها. شايفين الكوسه بقت عامله ازاي؟ ولو بردت شويه عبال ما نخلص الحلقه هقول لكم بقى تتاكل ازاي. نحط ده ونبتدي بقى نعمل العصير، اللي هو بقى عباره عن ايه؟ عباره عن افوكادو بالنعناع. افوكادو طبعا كل ما يبقى طري كل ما يبقى احلى، شربات نعناع وجنزبيل، عسل ابيض، ليمون، لوز، وده برضو للزينة لو احنا عايزين نزوقه. طيب اهم حاجة في العصير ده الافوكادو والجنزبيل، عشان انا اصلا عايزة استفيد بالفايدة بتاعتهم. فهنحط الاول الافوكادو كده مع الجنزبيل مع اللوز، لا نخلي اللوز بعد شوية عشان ايه نضربهم دول الاول ما يمسكش فيهم، ليمون، شربات نعناع، نحط كده معلقتين، مش حابين الشربات قوي ممكن تحطوا نعناع فريش برضو بيبقى حلو، عسل ابيض، ثلاث معالق من العسل الابيض، نحط كده شويه من ده، نحط ميه حبه صغننين قوي مش عايزه ميه كتير. ريحة الشربات حلوة جدا لما حطيتها دلوقتي، وهتحلو اكتر كمان لما نيجي نضربه. هبتدي بقى احط اللوز دلوقتي. هحط شوية مية صغيرين. بما اني حطيت ميه هحط برضو ايه شربات. ريحته حلوه قوي. شايفين سمكه اصلا؟ عايزه اقول لكم يعني فوائد اللوز والافوكادو وليمون وعسل ابيض، كل دي عشان نستفيد بس بالحاجات اللي احنا ما بنحبش ناكلها زي ما هي كده، نخلطها كده مع حاجات معينه تدينا طعم تاني خالص، وحتى لونه
يعني يشجع ان الواحد يشربه. كده خلصنا العصير، تعالوا بقى نشوف القرنبيط اللي بالسجق اخباره ايه. هنطلعها بقى كده من الفرن. هي بتغلي اصلا يعني عشان تتاكل تهدى بس شويه وبعدين ناكلها، ولا ناكل الحاجه سخنه بتغلي ولا ناكلها بارده جدا. الحاجه لما بتبقى دافيه طعمها بيبان اكتر. طيب نحط بس كده لوز هنا كده فوق الوش، وممكن والله نحط هنا كده لوز برضو بس. وكده يبقى خلصنا حلقة النهاردة بوصفاتها البسيطة والسهلة. عملنا النهاردة عصير الأفوكادو بالجنزبيل، وعملنا كمان الكوسة اللي عملناها على شكل بيتزا، وعملنا آخر وصفة معانا النهاردة وصفة الأرنبيط بالبروكلي والسجق. يا رب تكون النهاردة الوصفات عجبتكم، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.